كانت المنافسة قوية وكتبان بأن هناك واحد العمل وذاك العمل جدي داخل الأندية. بالنسبة للمنتخبات الوطنية السنة هذه كنعرفوا بأنه هي سنة أولمبية، هناك بعض الاستحقاقات بطولات دولية منها كؤوس العالم اللي داخلة في نطاق النقاط، وهذه النقاط اللي غادي تعطي تأهيل لكل منتخب الأولمبياد. وهذه المسابقة بدأت هذه تقريبا بدأت من شهر أكتوبر. وبالنسبة للمنتخب الوطني اليوم شاركنا في 4 ديال البطولات بمنتخب ديال سيف المبارزة رجال، وعندنا هاد السنة هادي عاود إن شاء الله في هاد الشهر هذا اللي حنا مقبلين عليه، عندنا 3 ديال التظاهرات المشاركة ديال الكادي جينيور للمالفيتيان والشبان الجزائر، اللي غيكون مشاركة ديال بعض فعلا نعاود نرجع غادي يكونوا بعض مشاركة بعض اللاعبين اليوم الجدد. السلام عليكم. بيان سور عندها واحد استراتيجيه هي خدامه، حنا خدامين عليها ان شاء الله. كنحاولوا نوسعوا رياضه المسايفه في المغرب كامل. بهذا خدامه الان حنا موسعين بلا ما راحنا، زدنا اكادير، مراكش، صويره، وحنا نوسعوا القاعده الابعد حد. دابا ان شاء الله خدامين على طنجة، خدامين على المناطق الشمالية. الحمد لله هاد الشعور هذا راه ما كيتوصفش، ما كيتوصفش بزاف. والجهود ديال المكتب ديالنا واللعابة تبارك الله كانوا رجالة، الحمد لله استطعنا نفوزوا باللقب الثاني على التوالي بفضل بيان سور كما كنقول الدراري تبارك الله خدمنا وكيقول لك راه الا خدمتي راه كتجني الثمار. اهدي هذه الكاس الغاليه الى جميع المسايفين والمسايفات الوداديات، وهذا التتويج هذا ما جاش عن طريق الصدفه، ولكن جاء ثمره جهد ديال المكتب لمده شهر احنا كنتهيئوا لهذه التظاهره. والحمد لله كما قلت لكم بروح الروح ديال القتاليه ديال اللاعبين وروح المنافسة استطعنا باش نحافظوا على اللقب ديالنا اللي كنا توجنا به السنة اللي فاتت وحرزنا عليه هذه السنة. وهذه السنة في الإشارة فحنا حققنا الازدواجية، حققنا بطولة المغرب في سلاح الشيش وكذلك كأس العرش وديما وداد. وشكرا. بالنسبة للفينال ما كانت سهلة، مي كان نوتخ اوبجيكتيف هذا العام أننا نحافظوا عليه، لحقاش العام اللي فات خدينا بخوميييغ بلاص ولكن كان سكور قريب بزاف. مي هذا العام كان عندنا دوز اوبجيكتيف، الأول نحافظوا على بخوميييغ بلاص، ولا دوزيام نخليو الفرق كبير في لو سكور.